أربعة ناس والد أنا يا عم ده الشراشة في السرير يا عم. طيب أربعة ناس خذ اثنين بس اثنين لك واثنين ليا والدي رجع 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 لا في بني آدم يشيك عليها زي كده خش فيك أنت أبا شوف تقصيد ولا مونتاج تقصيد المونتاج قصدك أصلي ولا تقليد تعال حاسب تعال 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 حاسب تعال والله ما حاسب ما شاء الله يلا رح ندك جوا عنده هذه تنطحك سبب لك دوخة 30 يوم شد دوخة ها يلا لأن لقيت واحد جوا كيف حلو روح جيبه خلينا نشوفه خلينا نشوفه هو جوا جيبه خلينا نشوفه هنا شوفوه هلا الصغير ده ده الصغير هذا ايوه وين اغراضه اغراضه شويه بس هجيب لك الكرتونه والسماعه حقه والشاحن هو انت موسع عشان يطفشني يا ابني ولا هذا نجبته ب 950 حد الله حمد لحم كثير هذا هو ايوه هذا هو روح يلا هذا هو روح تعال هو والله هو تعال اشتري تعال ايش فيك انت يلا بسم الله بسم الله تشجع تشجع يا اخي هذه فرصتك هذه فرصتك روح بس خلى الشيخ خلى الشيخ يبحث افحص يا شيخ افحص يا شيخ خلى الشيخ يبحث يلا يلا شوف 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 جمهور عزازي كيف عشان عزوزي والله عشان ها ها عشانك تعال عشانك اشترينا طلي وباذن الله ان شاء الله عزازي بيربيه تربيه ان شاء الله ربيه لمدة كم لمدة شهور متاكد من الجواب متاكد من الجواب تربيه اربيه ان شاء الله شوي في المصلحة تشوفه لازم تتواضع يا اخي لازم تتواضع للناس يا اخي يا ابني وانت شايفني بشتم الناس يا حبيبي اخي لازم تتواضع الحمد لله متواضع اهو اشوف وريني كيف متواضع ما هو اهو السلام عليكم عليكم السلام لا والله صراحه متواضع لا حول ولا قوه اذا بتنجح في حياتك حط في حياتك دوار دوار ايه يا ابني اللي انت تحطه في حياتك ده يا جماعه الخير اوعوا تصدقوه ده فاضي ده الدراسة الجديدة يقول لك الأشخاص اللي يجلسون لحالهم ويتكلمون مع نفسهم هذول أكثر ناس إقناعا للناس يعني يقدرون يقنعون الناس بسرعة والشركات الكبيرة تدورهم وتستقطبهم يعني توظفهم عندهم المصيبة وين؟ المصيبة هنا إذا كلمت نفسك لحالك قوم مع راسه من فوق مسمار والله بإذن الله يطيب شكله في عيني يا أخي أقولك والله خلوه إذا نام نجي ناخذه وانت نايم كذا يشيلوك كوك